ساعة الطلاق كان بيديها حقها ويسيب لها البيت ويربي عياله ويصرف عليهم، حتى في الانفصال كان في أصول. النهاردة حلو صعب. هي حطت إيديها على الإحسان بقى. حلو. يعني بقى مش بالمعروف الإحسان. جميل. فنقول للبنات إيه وللرجالة إيه اللي بيخشوا؟ نقول للبنات، نقول للبنات أولا ما تخشيش النهاردة تدوري على هاخد كام في الجوازة دي مهر، وهاخد كام شبكة، والشقة وسعها قد إيه، ونوع العربية إيه. وده بيحصل. بيحصل. وإذا مش كده أبقى أنا كدابة. طيب دوري على، اقعدي معاه الاول شوفي لي اخلاقه. ايوه يا دكتوره بس مستواه اقل مني. اقل منك في ايه؟ مش تعليمه عالي؟ ايوه بس هو ساكن في حته متوسطه شويه. لا لا ما تبصليش كده، ما تقوليليش ان هو ده اللي هيخليكي تتجوزي. دوري على المتدين بتاع ربنا اللي هيتقي الله فيكي، ودوري على اسرته. عايزين اسره طيبه، بنت ناس، ولاد ناس، مش معاهم كام وعايشين في الفيلا الفلانيه. صح؟ عايزين أسرة طيبة. صحيح. فبفضل حضراتكم، بفضل حضراتكم غيروا الفكر والمنظوم. وبنبيع بناتنا بكام؟ بنبيع بناتنا بكام؟ صحيح. حطيها لي عنوان الجزء ده، بنبيع بناتنا بكام؟ ما اللي هيشتريها بفلوس هيشتري غيرها بعد كده ويتجوز عليها ويعرف عليها. صح. بتقول لك إيه بقى أمها؟ اصله لو ما دفعش فيها دم قلبه مش هيعرف يحافظ عليها، عشان نعرف غلاوتها. ما احنا بنقول مش حقيقي للاسف. ولاد الناس المتربيين. صحيح. وبنتي لما اجي اوديها اقعد معاها اديها الوصايا العشر. طبعا طبعا. واعرفها البيوت مش بتمشي زي ما انت كنت قاعده. طب انا عايزه هنا اسال حضرتك سؤال دكتوره نيفين. عفوا. يعني كتير من الستات بتيجي بتشتكي بتعيط بالدموع وتقول لك انا عشت معاه السنين دي كلها وهفضل عايشه معاه عشان خاطر ولادي بيأذيني وبيهني وبيضربني وقدام ولادي وما بيدينيش حقوقي وانا اللي بصرف في البيت وبصرف على ولادي عشان ما يهونش عليا اسيبهم محتاجين حاجه، وتلاقيها هي كمان بتشتغل بس اصلا عايشه معاه كده عشان خاطر الولاد. هنا هم حطوا النموذج للولاد دول، فان كان ولد هيطلع يعمل نفس الحاجه يقلد الاب طبعا لان هو قدوته، ومراته اليوم ما مش هتستحمله هيقولها طب انت احسن من امي، ما امي كانت عايشه ومستحمله. ولو كانت بنت هتطلع معقده نفسيا وان هو ده نموذج الراجل بالنسبه لها، فهتطلع تعد صوابعها بعد ما تسلم على حد او هتقول لك لا بلاها الحكايه دي خالص انا مش عايزه. بس حضرتك عملتي كده حاجه يعني ملفته للنظر جدا. لما يبقى قاعد في البيت وهي اللي بتصرف هو سقط القوامه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. صحيح. فاذا حضرتك لا ينفق على اهل البيت سقطت القوامه وهو قادر، يعني تقدر هي ساعتها تفتح باب الشقه وتخرج وما تستاذنوش وهي خارجه وهو قادر. ممكن يكون الراجل مش قادر، بس لو هو قادر وعمل كده يبقى هنروح بقى لمنطقه ايه؟ لو مش قادر دي قصه تانية. تاني. ايوه لازم تتعافى بالمرء اثما، ده احنا نديها له من بقنا. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، سواء كان في الزواج او بعد الزواج بعد الطلاق. فهنا في الحاله دي الولاد دول وضعهم ايه؟ هل الست دي تحمي ولادها من ان هم يتاثروا بالحياه السلبيه دي، ولا ان هي تفضل مكمله ويبقى كده اسوء نموذج؟ لا 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 قدوة. تفصل العلاقه دي ازاي؟ هو تقول له خلاص احنا ربنا قال فامساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. ايوه. حضرتك تروح تشوف لك مكان تاني تقعد فيه، وانا قاعده هنا بربي اولادي. طالما انك عجزت عن الانفاق وانت تملك المال. أيوة. ومش عايز تنفق عليهم. أيوة. لكن هم قاعدين ليل نهار بيشوفوا نموذج سيء وعلاقه متوتره، هيطلعوا عندهم حالات اكتئاب ومتوترين ومش اسوياء. فمن فضلك خد جانب من الحياه وسيبنا احنا نعيش مع بعض. عايز بقى تنفصل انفصل. هي عايزه تعيش معاه. يبقى اسمه موجود لو هي ماشيه مع مبدا ظل راجل ظل حيطه، بقى اسمه موجود بس بدون الاذى الكبير اللي بيقع عليه. لا اصل هو طول ما هو في البيت هيحصل بينهم مشاكل. هيحصل مشاكل ومشاكل كبيره. للأسف. كلمه اكل يمشي بقى يمشي. انت بتاكل من البيت انت بتاكل من الاكل اللي انا بشتريه بفلوسي ده حياتي يعني بضاعه كلام فيها من بقى وادب وحاجات كتير. العلاقه مش لطيفه والولاد هيبقوا معقدين وزهقانين. ابسط حاجه هيعملوا ايه؟ يخرجوا بره في الشارع. طيب سؤال على صفحتنا من رجل بيقول لك ست العناديه اللي مثلا يعني دماغها ناشفه جدا وبتكسر كلام جوزها، ما تنزليش ما تروحيش، بتتعمد ان هي لا انا هنزل وهفتح الباب زي ما حضرتك قلتي وانزل. فهنا تعرفي ان العند يورث الكفر. العند لمجرد العند يخرب اي علاقه ويبوظ اي بيت ويهد كل الاسس بتاعه الحياه. بتعندي ليه؟ اهو هو ما يقوليش لا، ما احنا اتفقنا ان هو ليه حقوق. إذا كانت كل واحدة عارفة حقوقها وواجباتها هو كمان ليه حقوق. صحيح. إيه حقوقه؟ إنك تستأذنيه وإنت نازلة. عشان كده قلت لحضرتك أستاذة إيمان إيه؟ إنه لو ما بينفقش سقطت القوامة.
فيبقى مش هتستأذن. يبقى الخراب كله برضو جاي من الست لما بتصرف اكتر من الراجل وبتتحكم في البيت، خلاص هو يعني بيتراجع القوامة. ليه يخليها تعمل كده؟ بالظبط كده، لو عنده القدره وخلاها تعمل كده يبقى ما يستاهلش يعيش معاها. بالظبط بالظبط، حضرتك جبت الخلاصه. لكن لو ما عندوش القدره بالعكس بنقول بقى ان الحياه تحتاج ان احنا نقف جنب بعض، الاصول بقى ونساعد ونسند بعض، دي قصه ثانيه، والحاجات اللي هي تخليني اربي ولادي حلو. لكن العند لمجرد لا اصله ما يامرنيش، ما انا كمان بحطه في البيت، انا كمان بشتغل زي زيه. انت بتشتغلي عشان هو راجل محترم وسمح لك انك تنزلي عشان تثبتي كيانك، عشان انت دكتوره مهندسه اعلاميه ايا كان. والله يا دكتور نيفين انت قلتيها من اول الحلقه، بس لمن يفهم بقى، هو لو في شويه رحمه على شويه موده على شويه اصول والدنيا بتمشي، بس احنا نمشي ماسكين في الحاجات دي وربنا ييسرها للجميع. هي الدكتور نيفين كانت هتقولها كمان سريعا جدا، الوصايا العشره كده، اعملي وما تعمليش، يعني حته حلوه للست قبل الوصايا العشره. ما انا ممكن اقول الوصايا، الوصايا موجوده في اي كتاب. قبل الوصايا العشره الاحسان، انا ما ردتش على حضرتك فيه لما قلت من شويه الاحسان. الاحسان لبعض كلنا بالكلمه الحلوه والكلمه الطيبه. لو احسننا لبعض في اللقمه، في المعامله، في الصوت العالي، في انه لو لقيته متنرفز ما ردش عليه، في انه من ضمن الوصايا اللي حضرتك عايز تتكلمي عليها ان ما دخلش حد بيته من غير اذنه. الله. اني استاذن منه قبل ما اخرج، اني ما خرجش حاجه من ماله دون استئذان، حتى لو كان لأمي. أراعي مشاعره طالما عايزاه يراعي مشاعري، أراعي كلمته طالما عايزاه يراعي كلمتي. صح. المحسنين لهم البشرة. صح. هعمل له حساب.